مساء الخير، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنحضر مع بعض حلى بارد. سريع التحضير في دقايق وهيكون جاهز معانا. الناس اللي عاوزة حاجة حلوة، حاجة سريعة، وعشاء الشوكولاتة، اتفرجوا للفيديو دوت، لان الوصفة سريعة وطعمها غني بالشوكولاتة، طعمها فظيع بجد. مكوناتها كمان مكونين فقط وهي موجودة في كل بيت، مقادير بسيطة جدا، يعني مش هنشتري اي حاجة من بره. لو نفسكم في اي حاجة حلوة يبقى الوصفة دي هتنفعكم جدا جدا. هي عبارة عن طبقتين كده، كل طبقة طعم مختلف عن التاني، طعمها بجد رهيب وغني، طعمها حلو جدا جدا. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم. ياريت تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم شعار كل وصفة جديدة بعملها. يلا بينا على الطريقة ونشوف مع بعض. عشان نحضر الطبقة الاولى هنحتاج هنا نص كوباية من السكر، هنضيف عليهم 5 معالق كبار من الكاستر، يعني برضو نص كوباية. عندي كمان 1/4 كوباية من النشا، وعندي هنا 1/4 كوباية من الحليب. شايفين مكوناتها بسيطة جدا ازاي؟ زي ما انا قلت لكم هقلبهم على البارد وهبتدي ارفعهم على النار. هنجيب بقى هنا صينية معانا ونبتدي نحط الطبقة الاولى. هنا هنا بقى ايه شوية من الكاستر اللي احنا عملناه مع بعض، بحط كده قطعة من الشوكولاتة وببتدي احطها الطبقة التانية. شايفين منتهى السهولة ازاي؟ رشيت كمان عليها كده، ودي اختياري، رشيت عليها رشة من الكاكاو الخام، عشان طبعا احنا حاطين سكر فاحنا بكتفي بالسكر اللي انا حطه. حطوها بقى في التلاجة واستمتعوا بالطعم الرهيب ده. عاوزين كمان ممكن تضيفوا لها شوية مكسرات، اي مكسرات عندكم عادي جدا، طعمها حلو قوي وحاجة سريعة وخفيفة، وفي نفس الوقت ما خدتش معانا اي وقت. يعني العشاء الشوكولاتة هيحبوها جدا جدا، لان بجد غرقانة شوكولاتة يا جماعة، كل طبقة كده طعم مختلف عن التاني. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم، ودي بسيطة وسهلة ان انتوا تقوموا تنفذوها وقولولي ايه رأيكم. انا حطيت كمان هنا بابلز كده من الشوكولاتة، كان طعمها فعلا رهيب. وقولولي ايه رأيكم في التعليقات على وصفة النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير. اسيبكم في رعاية الله، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.